نبات الكف الذئب، هذه نبات يوجد في الهند ونيبال، وتستخدم النبات كاملة بعد التجفيف أن يكون جافا، ويستخدم هذه النبات لمعالجة مشاكل الهضمية ونقص عصارة الهضمية الهاضمة، مفيد. وأيضا من خواصه يخفض نسبة السكر في الدم، ولكن هذه النبات لا يستخدم في حالة القرحة 12 أو القرحة المعدة. نعم، وهكذا شرحت لكم فائدة الكف الذئب بشكل مختصر مفيد من الناحية الطبية، وشكراً.